خاطر اني مانيش حاضره معاها، اما حسب ما حكيت هي معناها ثم ثلاثه جوا وبال هذه كلاشيكوف ولا شنو وهددوها باش تمشي معاهم لسوريا جهاد النكاح هذا. اما المشكل نعرفوا احنا هذه صارت ولا ما صارتش، الله اعلم حسب كلامها هي. اما احنا في السبيطارات بكل صراحه متعرضين للاهانه للضرب، اللي يجي يضربنا صدقني اني تضربت وكانت يدي بالجبس، معناها اللي يجي يهيننا يضربنا معناها نخدموا ما نخدموش اون سيكوريتي في وسط السبيطار احنا. اي واحد انسان ينجم يدخلك للسبيطار يسبك يضربك وبعتلي اهبط برا اشكي. مش تامين. وينو فماش؟ عندك دو ساجون سيكوريتي قداش منهم؟ منا ومنا ما ينجموش. احنا معناها سيرتو احنا في الاورجونس وبكل صراحه متعرضين معناها باللي باش نحكي لك على الاهانات اللي احنا نتعرضوا لها على الضرب. كانت ايدي في الجبس، كنت جمعتين ما نخدمش. عليه جايين نخدموا احنا جايين مسلمين في رجالنا في صغارنا، معناها ربي يعلم علينا كيفاش نعديوها الليله احنا للصباح في الاخر تتضرب ولا ارهاب ولا ترى شنو معناها. احنا معناها الواحد يخاف على روحه ولا نجم اني من غدوه يا خويا ما نجيش نخدم بالليل. برشا عباد حبت تروح، تليفوني ما قصش، ولادي وداري وراجلي وفاميلتي والكل ماناش محميين. نقولها ونتكلم ماناش محميين، رانا نخدموا اي نجم يدخل لنا من الارجونس يدخل علينا بميترايات يحطنا غادي ويمشي على روحه. شكرا لك.